الجزائر، فيما يتوقع أن يستقبل وفاق سطيف في حال تأهله أمام أمل بوسعادة واتحاد الجزائر بملعب 8 ماي 45 بسطيف، بالإضافة إلى لقاء عصمي آخر بين نادي باغادو من المحترف الأول واتحاد الحراش من المحترف الثاني، كما نشاهد البرنامج كاملا. هذا وتلعب لقاءات يومي 21 و22 جانفي على ميدان الفريق المسحوب أولاً.